السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير. اول شيء انا عندي صدور دجاج مقطع كذا شرايح، بتبلها بملح فلفل اسود ثوم وزنجبيل كاتشب مايونيز شطة سومطرة صويا وبس كذا. خلصنا من تتبيلة الدجاج، بصل فلفل بارد، وبعد ما تذبل الخضار اضيف لها الدجاج اللي تبلته اول شيء. وبس كذا، هذا هو بعد ما يستوي الدجاج. وبس كذا بالعافية. مساء الخير. اول شيء بجهز التتبيله، عندي هنا كركم، كمون، ملح، فلفل اسود وكزبره، زيت زيتون، معجون طماطم، مويه. عندي هنا صينيه بايركس، حطيت فيها شرايح بصل وشرايح بطاطس وشرايح ثوم وفلفل والدجاجه، واصب عليها التتبيله. وعليها قصدير وعلى الفرن. وبس كذا وبالعافية. مساء الخير. العجين عندي دقيق، برش عليه شوية ملح موية ونعجنهم مع بعض. وبس كذا، هذا هو العجين، نخليه يرتاح شويه. حاليا بحضر الحشوه، عندي هنا لحم مفروم، بصل، ملح، فلفل اسود وكمون. بس كذا ونمزجهم مع بعض. بس كذا خلصنا الحشوه. ادهن قدر المنتو بالزيت بس كذا وبالعافية. طعم الله، شايف الجمال؟ دجاجة كذا بالخلطة الصينية محمرينها بالفرن، بس ايش في قلبك؟ الدجاجة الجميلة هذه ححشيها بالزنجبيل والبرتقال والثوم وراسة الثوم. تتبيلة الأكلات الصينية، شوفوا على زبدة مع عصير ليمون، أهرسهم سوا لين ما صار معايا معجون الزبدة ده. أحطه على الدجاجة وأبدأ أدهن حتى من داخل الدجاجة. عشان نربط الدجاجة نحط الخيط تحت الرجل بالطريقة هذه ونعمل عقدة كذا، وبقوا مع حدود الفخذة حنحطها كذا، بعدين نقلبها ونعقدها من عند الجناح بالطريقه دي، نحطها في الصينيه وعلى الفرن. وما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن نودلز. صاج نحمص زنجبيل مع شويه ثوم كربوني وصويا صوص كاتشب، نرجع نضيف شويه من البهار والزبدة اللي سلقناها، نعطيها تقريبا السلام. في الاخير تحط الخضروات اللي تبغاها. هذا تبارك الله، هذه دجاجتنا الجميله، شوف ما شاء الله تبارك الله. في الاخير هذا طبقنا صار جاهز علينا، بالف عافيه. هلا بالنودلز. مساء الخير. حليب، بيضة، زبدة أو زيت، سكر، رشة ملح، فانيليا سائل أو بودر، دقيق، ونمزجهم مع بعض. وبس كذا وبالعافية. هذه كيكة الطيبين والعرب، قرص عقيلة يا حبيبي، بس ايش في قلبك؟ بيض، نستخدم الخافق على أعلى سرعة.
تقدر تشوف حجم الضاعف. دقيق وبيكنج بودر وهيل وزنجبيل للنكهة. على دفعات راح ننزل الطحين. الصينية كده بشوية طحينة. عندنا شوية سمسم حرشه على وجه الصينية عشان ياخذ وجه. وهذا الخليط بسم الله نحطه. وخلاص كده ندخلها الفرن. وهذا هو بعد ما طلع من الفرن. نقول بسم الله. لا إله إلا الله. شوفوا كيف شكلها ما شاء الله تبارك الرحمن. الله الله.